مركب على ريال وبل إلى هاي أمة محمد سيين وبل بلا كلا عبادة بشع مصر يا كذو أنت بلا كلا عبادات كلا مصر اليوم وبل مهمات قارة أولى أمة المسلمين تاع وحا عدو ونعسل وإلى هاي نامري إلا بشع بشع رمضان توبكك ذنوبتي إلهي اللي قلعي ذنوبتي بنادم كلاقي قلعي اللي قطوبة كيرو وحرب هاي هاي لحي قرآن كيسا بحكوية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا دتي إلهي الرسول كيسا رميه إلهي توبة كينا توبة ونعسل توبة مقبولة وأنسحلي وشروط يعني الله إلهي توبة كيرا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم هدي أبسد في الشان وإلهي توبة كنتان ربك إنه حقيقة كيهي إنه إذي ضعف يحمايال كيني يدنبيال كيني ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وحا إلهي حقيقة كيهي هذا ذنوبتي إن إلهي درتي توبة كنتان أيضا شروط يدي لغهري إلهي إنه إذي قرينها يرشنوين إيا بيرا هوست إلهي يبريه إلهي دحمر أيان وبيان إلهي كدياني توبض ولا دنبك الله قري له قير سمايا حق الله يا حق الآدمي حق إلهي يوم الله قري بلا هذا الشقر كرحيم وإلهي يا مامرتي سيأتي لسي يدنب إلهي أكد الشقع صدق شدب لي يا دنبي ما كي أكدتو بكيريسي صدق هو مريا وحويا أن يقلع عن المعصية وإنه قفك توبك إلى يا معصية كفوها أصلا المعصية يكون احترى ذنبي يكون احترى هدو إلى هذا توبك إلى يا وحيو يكان يساجيس ولا ريال توبك إلى ميلا وحال ربا قفك ذنبي يمركو كتوبك إلى يا إنه كفوها هرتك أحبها ذنبي وشرطي الكوبان هذا الذنب يكون حجرة وكان كيس واحد كان جدير صاحب الغبانية شرط قال الله دوحة ويانا أن يعزم أن لا يعود أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا وإنه قرآن صدو الذنب يسين وسنولي نستنب كل أبنين قدرت ويدعك التعين وكل لابطو وذنب يهدو كل لابطو ذنب يوقت وكان يهدو انت كل لابطو أصلي وكان اللي مالو لا أوران ما هي التوبة كنت هو لكن وحا شرط يا مركة ذنبك عن كتوبة كينيسي إن أدعى ستدون إيه سنتهي إن هذا المرض بكل لابنين والله ما شرط دي شرط يا صديح أدوحة وهي أن يندم على على فعلها ذنبك يوسم يهي إنه كش الله والله يهي ذنبك كدع عينه كحو يهي وقلبي أهاني عرض أهان بوضوح يهي أفعان وسكش غيره وسنكو فعلي قلبي أهانا وسنسوق العشان الحصوص تسيا وسنكو فرح سنين إيه وكش الله صدح عشر دين مركي اللي هيرو أي واحد لو ركي ربك أسي واتو بكير هذه وانا يا صار عشر دين صدح عشر دين أيضا المذكر منا اللي هيرو انتم يا ترى استغفر الله وكم كافيو هذا واحد وحش مدة اللي هو أي مركي على الإلهي وكوتو بكير صدح عشر دين وين لقى هلا ذنبي وين أكد حبها وين أتكشف إلى ذنبي كذا عين وين أبدع ستاين هذا نقول له مني لكن ولا يا صدح عشر تهديل هو أي هذا توبكين كأروح من نبنا يا وحش رضي كم قطعه هذه ذنبي هو حق الله ويهاي حق الأدم ويهايو حق بن آدم عقد الشيء ويهاي شرط يا فرات كل يهايو قف في الإسلام كأهايو حق قولها وين أسكبر يشاء وهذه المال قولها يا وح لمدة أدمال كي يوحي أتقولها دعوة رسالة فرح رسالة أما عصره قبري يا يوكودا يا يوكودا يا يوكودا يا ملك أوكيزي أما سي أدعفي ويدي سكا أما وحاني يا وح لمدة هو وح لطيو وكحا أرضى لطيو وحاتي ورنيو إي حالي يعفي ذنبي سلاس سلاس القويري مركا أصفك وحن نبانا يا قف توبة كيرين وذنبي كتوبة كيرين شروط دا مركا لغيها وحاول
ilaahayna abuurtay inaan u laabano oo tooba keenno. Rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayh abi hurayra xadiidka laga warinahayo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay baan maqlay oo ku qowlayo dadow ilaahay u tooba keena ilaahay baan ku dhaartay anigu maalin kasta waxaan rabbigayga u tooba keenaa buu yidhi rasuulku akbara min sabciina marra wax ka badan toddobaatan goor baan maalintii anigu ilaahay u tooba keenaa buu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay uu sheegay dembigiisa hore iyo midkiisa dambaba ina ilaahay dhaafay ayaa wuxuu yidhi maalintii toddobaatan jeer xadiid kalena wuxuu ahaaba fainii atuubu fi lyowmi miata mara maalintii waxaan ilaahay u tooba keenaa boqol jeer nabigii oo dembigiisii hore iyo dembigiisa dambaba ilaahay dhaafay ayaa sidaa u tooba keenaya walaalaya nabigoo macsuuma oo ilaahay dhowray ayaa sidaa u tooba keenaya walaalaya annaga waxaan adakan rabaa ilaahay inaan u laabanno ilaahay toobadda waa aqbalaa addoonkiisa u soo laabta ilaahay waa ka aqbalaa ilaahay wuxuu yidhi waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata addaaci idaa dacaanii hadday rasuulkii nebi maxamed ow hadday addoommadaydu i kaa weydiiyaan xaaladdayda waxaad u sheegtaa anigu inaan u dhowahay anigu hadday i baryaan baryadooda inaan ajiibo u sheeg buuyo ilaahay marka walaalayaal ilaahay waa ku farxayaa addoonka u tooba keena ilaahay waa ku farxaa waxaa la yidhi ilaahay su-aasha waa ku farxaa baryada la baryo ilaahay waa jecelya waa kaga raali noqdaa bini aadamkuna baryada aa baryaysid waa kaga cadoodaa wax weydiisiga badan ilaahay waa kugu jeclaadaa bini aadamkuna wax weydiisiga badan waa kugu necbaadaa ilaahay waa ku farxaa addoonkii caasiga ahaa markuu dembigiisa inta xasuusto oo allaha weynoo abuurtay awooddiisa xasuusto oo usoo laabto ilaahay waa ku farxaa xadiid uu warinahayo anas ibnu maalik rasuulkii ilaahay khaadimkiisii ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi ilaahay waa oga allaahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum saqada calaa baciirihi waqad adallahu fii ardi falaat ilaahay wuxuu yidhi waa oga farxad badan yahay buu yidhi nin rati watayo masaafir ahaa ratigana dacaamkiisa iyo sharaabkiisuba ay u saarnaayeen meel lama degaanahoo bahgooyaana marayay ratigii intuu diday gacantiisa hal maruu ka baxay hadduu cayshayna gaari waayey ool iyo qoraxna u yimaadeen ratigiina ka dhaadhacay daal iyo caagugubyana u wehliyaan kabacdi geel iska galay markuu ratiga ka buustay waa lama degaano muslin ama dhowaa meeshuu ka yimi hadduu u laabto caawa u hoyan mayo meeshuu u socday hadduu u socdana caawa muslin gaari mayo ratigii iyo wuxuu watayna mahayo niyad xumo geel iskala garay iyo oonkii iyo kulaylkii indhihiisaa isgalay wax yaroo wuxuu waa indhihii kala qaaday ratigii oo geedkii daadhacaya aragtida kuma sinaani hogaankii buu gacanta ku dhigay farxaddii darteed buu wuxuu damcay baa layidhi inuu yidhaahdo ilaahay u mahad celiyo oo uu yidhaahda ilaahay waa addoonkaagi baan ah adiguna rabbigaygi baan tahay farxadda bini aadamka qaarkiis markay ka badato uu isbaraanbaraaye warki baa intay isaga darmay baa waxaa laga keenay ilaahay oo adigu addoonkaygi baan tahay aniguna rabbigaagi baan ah ilaahay waxaa la yidhi addoonkiisa markuu dembiga ka soo laabto wuxuu ugu farxaa baa la yidhi sida ninkaasi ratay ugu farxay oo kale ma ahan ilaahay inuu baahan yahay laakiin addoonkiisii uu abuurtay oo xaqii uu ku lahaa gartay ayaa ilaahay ku farxaya marka walaalayaal ilaahay wuxuu diyaar u yahay oo uu noo sheegay rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ilaahay inuu diyaar u yahay dembi kastoo kaa dhacay inuu kaa dhaafo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in allaha yusidu yadahu billeyl liyutiiba musiia liyatuuba musiica annahaar wayabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musiica alleyl xata tadluca ashamsu min maqribihaa ilaahay wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi ilaahay habeenkii raxmaddiisu fidiya iyo naxariistiisa si uu ugu dambi dhaafo dadkii maalintii dambaabay oo habeenkii tooba keenaya maalintina sidii sidoo kale raxmaddiisi waa fidsan si uu ugu dambi dhaafo kuwa habeenka dembiga garay
marka walaalayaal samadu way noo furan tahay ilaahay aanu tilaabanno u tooba keenno ilaahay aanu laabanno dunuubteenna uga tooba keenno intii aan la gaarin waqtiyaashii aan la aqbali ahayn toobada waxaa rasuulku salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi noo sheegay xilliyaal xilli inay kugu imaanayso tooba keenka aan laga aqbalin waxaa ka mid a naftu marka ay halkaas soo gaarto aad ogaatid inaad imanaysid marka haddaad ahlu khayr ahaydna maraa'ibtii jannada baa ku midig taagan oo waxay wataan kafan ay jannada ku keeneen oo ay diyaar u yihiin naftaada inay ku duubaan oo ilaahay ku horgeeyaan haddii aad ahlu naar tahayna waxaa ku agdhooban malaa'ikatul cadaab oo kafan ay jahannamo kala yimaadeen wato diyaar waa ilaahay inay kugu duubaan marka walaalayaal xilligaas toobakeenka lama aqbalo إن الله قال عن عمر بن الخطاب عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي روح إن الله عز وجل إلهي عز وجل لها يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حدوثا غرغرة تغنين عند الغرغرة تغنين إلهي توبة وحكى أكبر وحكى كملا marka diyaamadu soo dhawaato oo qoraxdu ay ka soo baxdo meesha ay